كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن الانجليزي اوفي ايجاريا، الانجليزي من اصول نيجيريه، لاعب الزمالك المنتظر، وصل وخضع للكشف الطبي امبارح، فاضل خطوه ثانيه في الكشف الطبي، شارك النهارده في التدريبات، قلت لكم هيشارك في التدريبات، هيبص عليه، كمان عندهم مباراه وديه امام بتروجيت غدا هيشارك فيها. اللاعب واضح انه الراجل مقتنع بيه تمام الاقتناع، اداره الزمالك قالوا نشوفه في الملعب شويه، مش اختبار بمعنى الاختبار، لكن عايزين يقفوا على مدى جاهزيته. معلوماتنا انه خلال ساعات هتعقد جلسه مع الراجل خلال 48 ساعه للاتفاق على بنود التعاقد وتوقيع العقود بشكل رسمي تمهيدا للاعلان عن الصفقه. ده كل ما يخص اللاعب ايجاريا، لاعب الزمالك اللي شكله بيقولوا انه لعيب كويس.